حسن صادق شقيق الراحل الفنان مصطفى صادق، عضو سابق بمجموعة السهام ومؤسس مجموعة الرفاق. أنا حاليا وعد لما قلت أنا مؤسس مجموعة الرفاق الحالية مع الإخوان حسن محمود فرديوي عازف على آلة البانجو، كاين الأخ مصطفى حمداني من المؤسسين الأولين للمجموعة الحقيقية، المجموعة الأولى ديال الرفاق، وحاليا راه مع المجموعة. وكاين الأخ عبد السلام رجلي العازف على آلة الدنبري، فهو عازف متمكن ومعروف عن الصعيد الوطني، قناوي مؤصل. وكاينين إخوان أخرين اللي يعني محافظ المجموعة، الأخ ناصر فهو محافظ المجموعة. واللي نبغي نقول للجمهور الكريم أنه يساند مجموعة الرفاق الحالية، وأنا على يقين أن مجموعة الرفاق غتحارب من جديد، أنا على يقين. ومساندة الجمهور إن شاء الله إحنا ما غاديش نشوف حروب أكثر من أننا نشوف حرب فنية، اللي كيف تيقولوا الأولين اللي عدوا الصح يزيد. وكاين بعض الجهات اللي كنقول الله يهديهم، اللي بغاو يشتغلوا بغاو يخدموا على هذا الاسم ديال الرفاق، وكيحاولوا يركبوا على أعمال ديال مجموعة الرفاق الأولى، كيحاولوا يركبوا عليها صوت وصورة، يعني كياخذوا قطع ديال مجموعة الرفاق الأولى اللي فيها مصطفى حمداني والراحل مصطفى صادق والعسيري محمد والأخ شيفة عبد الكريم اللي معنا ناس الغيوان دابا، وخذوا الكلمات وخذوا القطع مغنيين ومسجلين في الاستوديو وداروا تصاورهم على يعني المواقع ديال التواصل الاجتماعي، والناس اللي كيشوفوا التصاور ديالهم كيسمعوا الأغاني كيتعبوهم هما، راه ماشي هما اللي كيغنيو. من هذا بالمر تنقول للجمهور أن مجموعة الرفاق الأولى راه معروفة، ومعروف الأصوات ديالهم ومعروف الأغاني ديالها. وهاد الناس اللي بغاو ياخذوا هذا الاسم وبغاو يركبوا الاعمال ديال الرفاق الاولى، من هذا المنبر تنقول لهم الله يهديكم، الله يهديهم، لانه اول حاجه انا ما تنطيحش منهم، ولكن لا يموتون للفن بصله. انا تنقولها لهم من هذا المنبر، تنقول لهم لا تموتون للفن بصله، لان كل من يتطاول على اعمال ديال الفنان كان في المستوى، ربما مسكين توفى او ربما حالت به الاقدار جهه اخرى، انا اللي كياخذ الاعمال ديال الناس ويركب عليها انا ما كنسميش فنان. ستيل بنفس ستيل ان شاء الله، رجوع المجموعه غيكون بنفس الالحان وبنفس الورك، غتكون تميز، غيكون تميز في الالحان، لانه ما يمكنش دير قطعه بحال قطعه، ضروري حنا تنبحثوا في التراث المغربي الاصيل، تناخذوا من جميع المناطق، ناخذوا من تقطوق الجلباليه، ناخذوا من الطرب الحساني، ناخذوا من من, من 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 اي لون غنائي مغربي، وكناخذوا منه نشتغلوا نشتغلوا الحان وكلمه. اما المواضيع اللي كنشتغلوها فهو مواضيع الحدث ومواضيع اجتماعيه، ما ينطبق على 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 المواطن المغربي وكل ما يعيشه المواطن المغربي، لان مجموعه الرفاق اولا في اول ما بدات تغني غنت المعاناه، غنت على المعاناه، غنت على التهميش، غنت على على على, على البرجوازيه، الناس الكبار اللي تاكلوا حقوق ديال المساكين. هذا هو اللي انتجت ليه المجموعه. ما كندوش لان عائله تباطمه، بكل صراحه كتبقى عائله فنيه كيف ما كان الحال، كتبقى عائله فنيه وكتبقى في القمه، ولو غتكون شويه ديال يعني غادي تحط شويه الاداء الموسيقي وهذا، لانه نظرا لان اللي بغي نقول لك بحال مثلا الملك العربي او كان سي محمد باطمه، راه ماشي هو اللي كاين حميد وكاين رشيد.